طبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء دائما من الميادين وفيها. القوات الروسية تقترب من كييف وصور جديدة تظهر الحشود الضخم المتجهة إلى العاصمة الأوكرانية. حلف الناتو يؤكد أنه لن ينشر قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا، وعليه ضمان عدم انتقال الصراع إلى خارجها. السناتور الجمهوري لينسي غراهام يحرض على اغتيال بوتين، موسكو تستنكر وتطلب توضيحا. إصابة 100 فلسطيني خلال تصديهم لانتهاكات قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب نابلس. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد، ويرفض الاستعجال مع عدم مراعاة الخطوط الحمر التي حددتها طهران. أهلا ومرحبا بكم. دخلت القوات الروسية مدينة ميكولاييف وفق ما أكد موفد الميادين للعاصمة الأوكرانية. في موازاة ذلك أصبحت القوات الروسية على بعد أقل من 24 كيلومترا عن المقر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف. ومتابعة لتقدم الرتل العسكري الروسي باتجاه كييف، أظهرت الأقمار الصناعية المزيد من الصور للرتل. وكانت وزارة الدفاع البريطانية تحدثت سابقا عن رتل روسي ضخم يتقدم نحو كييف، ولكن بشكل بطيء بسبب قضايا لوجستية. ومع إعلان السيطرة على محطة زاباروجيا النووية، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين بتنفيذ ما عدته محاولة استفزاز وحشية قرب المحطة عبر محاولة إضرام النار فيها. ناطق باسم الوزارة إيغور كونايشنكوف أكد أن المحطة المخصصة لتوليد الطاقة باتت تحت سيطرة القوات الروسية لتفادي تكرار اعتداءات المتطرفين عليها، كما أعلن تدمير 1812 هدفا عسكريا القوات الأوكرانية، بما في ذلك 65 موقعا للقيادة ومركز الاتصالات للقوات الأوكرانية و56 نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300. الوزارة نشرت مقطع فيديو يظهر دبابات محطمة تابعة للقوات الأوكرانية في قرية هانوفو التي سيطرت عليها بالقرب من ماريوبول، وتظهر المشاهد أيضا وجود أنظمة صواريخ جافلين المحمولة المضادة للدبابات التي تخلى عنها الجيش الأوكراني على الطريق السريع بالقرب من مدينة ماريوبول. معنا من كييف موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس الصباغ، الذي سيطلعنا على آخر المستجدات فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصوصا بعد سيطرة القوات الروسية على منطقة ميكولاييف. نعم مايا، مرحبا بك ومشاهدينا الكرام. يعني نحن هنا في مدينة كييف، لا نزال في وسط المدينة، يعني منذ قرابة الساعة ونصف لم نعد نسمع صفارات الانذار في هذه المدينة بعد أن دوت طوال الفترة السابقة بدءا من 8:30 من صباح هذا اليوم بتوقيت كييف وبتوقيت بيروت والقدس الشريف. في هذه المنطقة يعني بعض المنافذ المؤدية إلى وسط المدينة ومنها إلى المقار الرسمية هي شبه خالية إلا من عناصر الشرطة الذين يتحصنون داخل المباني على جانبي هذه الطريق. فقط إشارة إلى كييف قالت بأن زيلينسكي فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني حاول الاتصال بالرئيس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن لم يكتب لهذا الاتصال النجاح. وأيضا زيلينسكي دعا الصليب الأحمر لفتح 9 ممرات إنسانية في محيط المقاطعات التي تشهد مواجهات مع الجيش الروسي، وأبرزها خاركوف وكييف وخرسون ونيكولايف. وبالتالي هذه الدعوة جاءت بعد أن قال أنها فشلت المفاوضات في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح هذه الممرات، علما أن روسيا أعلنت عن ممر عبر باسيلكوف جنوب كييف منذ يومين.
في آخر التطورات العسكرية طبعا، حيث تجري مواجهات في تشيرنيغف، مواجهات قوية جدا، وأيضا في كونوتوف على حدود روسيا أوكرانيا، هي معبد حدودي بين روسيا وأوكرانيا في مقاطعة سومي المحادية لمقاطعة تشيرنيغف والمحادية لمقاطعتي بولتافا وخاركوف. وأيضا يعني في منطقة غاستوميل بات معروفا بأن هناك اشتباكات ليلية كانت قاسية جدا، وهذه النقطة الأقرب التي تتمركز فيها القوات الروسية شمال غرب مدينة كييف باتجاه الحدود مع بيلاروسيا. في الجنوب يعني بات واضحا بأن خرسون باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، وأيضا مناطق كثيرة من مقاطعة زاباروجيا إضافة إلى نيكولايف حيث تجري مواجهات. وهذا أما في ماريوبل، صحيح بأن هناك بعض البلدات قد سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دونيسك الشعبية من جهة شيروكينا وجهة فالنافاخا باتجاه ماريوبل، وأيضا القوات الروسية التي تندفع من برديانسك على بحر آزوف، الميناء المطل على بحر آزوف والتابع لمقاطعة زاباروجيا التي أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية، تندفع باتجاه ماريوبل التي باتت محاصرة، وأعلن عمدتها بأن المدينة محاصرة منذ 4 أيام، وقال بأن الاتصالات مقطوعة والكهرباء، وهناك معاناة إنسانية داخل المدينة. هي مدينة كان يسكنها نحو 400,000 مواطن في العام 2014، كانت تحت سيطرة قوات دونيسك الشعبية، ثم انتقلت السيطرة إلى كييف بإشراف الرئيس السابق حينها بيترو بوروشينكا، واستعادت كييف هذه المدينة، والآن هي أكبر مدينة من مقاطعة دونيسك خارج سيطرة قوات الدفاع الشعبي، خارج حدود دونيسك الشعبية التي اعترفت بها روسيا قبل فترة. وبالتالي هذه المعركة هي توازي معركة خاركوف، وأيضا وبدرجة أقل ما يجري شمال العاصمة كييف. نعم يعني. أشكرك زميل عباس الصباغ مفاد الميادين إلى أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باللجوء إلى الرعب النووي والسعي لتكرار كارثة مفاعل تشيرنوبل عام 86. زيلينسكي دعا إلى تحرك أوروبي فوري لوقف القوات الروسية. أناشد جميع الأوكرانيين وجميع الأوروبيين وجميع الذين يعرفون كلمة تشيرنوبل والذين يعرفون مدى الحزن والخسائر التي سببها الانفجار في محطة طاقة نووية، فقد كانت كارثة عالمية. تريد روسيا تكرار ذلك وهي تكرره بالفعل، لكن سيكون ذلك أصعب 6 مرات. أيها الأوروبيون استيقظوا، أرجوكم أخبروا السياسيين، القوات الروسية تطلق النار على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، محطة الطاقة النووية زاباروجيا في مدينة إنيرهودار. هناك 6 وحدات للطاقة، انفجرت وحدة طاقة واحدة في تشيرنوبل. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أكد أن الحلف لن ينشر قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا. وفي ختام اجتماع للناتو قال ستولتنبرغ إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا، وأوضح أن على الحلف مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع إلى خارج أوكرانيا، وتوقع أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والانخراط في الجهود الدبلوماسية. ولبحث آخر المستجدات في أوكرانيا بدأ وزراء خارجية دول الناتو اجتماعا في بروكسل اليوم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن بلاده لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها. نحن لا نسعى إلى الصراع، ولكن إذا جاء إلينا فنحن مستعدون له، وسندافع عن كل إنش من أراضي الناتو. رئيس وزراء أوكرانيا السابق نيكولا أزاروف كشف أن الناتو كان يخطط لنشر ألوية في أوكرانيا بما في ذلك المحمولة جوا مع إمكانية حمل رؤوس حربية نووية. أزاروف أوضح أن روسيا قررت فرض النظام في أوكرانيا لتجنب حرب عالمية ثالثة وهجوم على أراضيها، كما أشار إلى وضع خطة عسكرية بالاشتراك مع الولايات المتحدة لإبادة السكان في دونيتسك ولوغانسك، على وقع استمرار اعتمادها موقفا رماديا من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. دعا محللون إسرائيل إلى حسم أمرها وإعلان دعمها الواضح للولايات المتحدة مقابل روسيا. التفاصيل مع زميلة منال إسماعيل. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اختارت إسرائيل اعتماد أسلوب المناورة لتفادي الوقوع في معضلة قد تكون لها تبعات قاسية عليها.
محاولة إسرائيل المحافظة على مصالحها من دون إغضاب روسيا والولايات المتحدة عبر اختيار مسؤوليها تصريحات ضبابية وتعابير رمادية قد لا تدوم لوقت طويل، ولا سيما مع تقدم العملية العسكرية الروسية وازدياد الموقف الإسرائيلي تعقيدا، بما يحتم على إسرائيل اتخاذ موقف واضح إما إلى جانب روسيا وإما إلى جانب الولايات المتحدة والغرب. في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إسرائيل موجودة في الوسط لأن لديها مصالح في الدولتين، ويبدو أن اللحظة التي على إسرائيل أن تختار فيها قد حانت. تقدير خبراء بأن اللعبة انتهت ومصير أوكرانيا حسم، حيث بدت الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية غير المدعومة بقوة السلاح عديمة الفعالية، قابلتها مطالبة مراقبين الحكومة الإسرائيلية إعلان دعمها مطلق للأمريكيين، لأن المصالح الأمنية مع الروس مهما كانت مهمة فهي ليست مركز الثقل الاستراتيجي لإسرائيل، ووفقا لهم الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أهم بكثير ولو بأثمان مؤلمة أيضا. من يساعدنا؟ روسيا أم الولايات المتحدة؟ إذن لا يمكن وضع الولايات المتحدة والحلفاء والقول لهم هناك وجهة إلى هنا ووجهة إلى هناك، هناك وجهة واحدة ويجب إدانة روسيا. وفيما قال محللون إنه في خضم تشابك مصالح إسرائيل يبرز دور الجيش الإسرائيلي الذي تدفع قيادته رئيس الحكومة نفتالي بنت إلى انتهاج سياسة حذرة بين الولايات المتحدة وروسيا. أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن 76% من الإسرائيليين يدعمون أوكرانيا مقابل 10% فقط منهم يدعمون روسيا. استطلاع قال محلل إن أرقامه تحمل الكثير من الدلالات بالنسبة لإسرائيل وموقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. استنكرت السفارة الروسية ما وصفته بالتصريحات الإجرامية للسناتور الأمريكي لينسي غراهام وتحريضه على قتل الرئيس الروسي، وطلبت من الإدارة الأمريكية توضيحا لهذه التصريحات. غراهام كان قد حرض في مقابلة عبر فوكس نيوز على تصفية فلاديمير بوتين. على أحد ما في روسيا أن يظهر على المسرح. هل من بروتوس في روسيا؟ الطريقة الوحيدة لوضع حد لما يحدث هو قيام أحد ما بإزاحة هذا الشخص، وبهذا يكون قد أسدى خدمة لبلاده والعالم. وهربا من المواجهات العسكرية في أوكرانيا، يصل نحو 50,000 لاجئ يوميا إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا بحسب ما أعلنت السلطات البولندية. مشقات اللجوء عند الحدود تنقلها إلينا مفادتنا مريم عثمان. ماذا بعد مشقة الحدود؟ سؤال يراود كل لاجئ يصل إلى محطة بشمشل. تستقبلهم السلطات البولندية على الحدود لتأتي بهم إلى هذه المحطة. عشرات المتطوعين من مختلف الجنسيات يقدمون لهم المساعدات الإنسانية، ثم تعرض عليهم السلطات احتمالات اللجوء والوجهات. كل اللاجئين هنا يحتاجون إلى توجيههم إلى وجهات مختلفة. البعض منهم سيبقى في بولندا والبعض الآخر سيذهب إلى ألمانيا. كل هذه التسهيلات هي للأوكرانيين ممن لديهم وثائق أوكرانية، ولكن يجري تأمين قطارات لباقي الجنسيات أيضا. وسط مساعدات إنسانية تقدمها الدول الأوروبية للاجئين ولا سيما الأوكرانيون منهم، تعمل عدة سفارات عربية على إعادة مواطنيها إلى بلادهم على الرغم من مشقة العودة. قمنا بتنظيم 3 رحلات إلى حد الآن. رحلة من بولونيا من مطار كراكوفي، يعني وتم نقل يعني من خلال هذه الرحلة يعني الإنسانية قرابة 97 مواطن تونسي الآن هم موجودين في تونس. كذلك نظمت الدولة التونسية رحلتان من رومانيا من رحلات خاصة. بين اللجوء إلى ألمانيا وبولندا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي، يخير حامل الجنسية الأوكرانية. لا رفاهية للاختيار ولا بطاقات مجانية تقدم للاجئين من الجنسيات الأخرى ولا سيما العرب وذوو الأصول الأفريقية، يتركون هنا في العراء ليواجهوا مصيرهم المجهول.
أن تصبح لاجئا في هذه الأيام لا يعني بالضرورة أن تشرع أمامك أبواب الإنسانية، فمعايير كثيرة ستتحكم في تصنيفك كلاجئ من الدرجة الأولى أو الثانية أو غيرها. هكذا بات اللاجئ أسير لونه وعرقه ولغته. مريم عثمان من الحدود البولندية الأوكرانية، الميادين. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. ينظم الفلسطينيون وقفة احتجاجية ردا على تظاهرة المستوطنين في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير. وأكدت عائلات حي الشيخ جراح نجاحها بإخضاع محكمة الاحتلال الإسرائيلية للاستئناف الذي قدمته وبإلغاء جميع قرارات الإخلاء بخصوص العائلات الأربع. أصيب 102 من الفلسطينيين خلال تصديهم لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب نابلس وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. ومن بين الإصابات 26 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان لمسعفين، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق التي عولجت ميدانيا، فيما نقل الهلال الأحمر 3 مصابين إلى مركز طبي. ولنتعرف أكثر ما الذي حصل في بلدتي بيتا وبيت دجن، تنضم إلينا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، مرحبا بك، وماذا في تفاصيل هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ مرحبا مايا. طبعا كل يوم جمعة هناك يعني مواجهات تجري في بلدتي بيتا وبيت دجن ضد الاستيطان في بيتا، ضد المستوطنة المزمع إقامتها على جبل صبيح أو المعروفة باسم مستوطنة أفيتار. في كل جمعة يخرج أهالي البلدة باتجاه الجبل المهدد وينظمون مسيرة هناك بعد صلاة الجمعة. طبعا قوات الاحتلال هذه المرة اعتدت عليهم بوحشية وتقدمت نحو البلدة بشكل كبير وأطلقت الرصاص المطاط باتجاه، طبعا رصاص مطاط مغلف، هو رصاص معدني مغلف بالمطاط، وأطلقته باتجاه المواطنين، وعادة يكون بينهم مسلمين ونساء وأطفال يشاركون في هذه التظاهرة لأنها تظاهرة عادة سلمية، بينما الشبان يتوجهون أكثر قربا من البؤرة الاستيطانية ويشكون قوات الاحتلال بالحجارة من مسافة قريبة. لكن قوات الاحتلال تعمدت الدخول أكثر باتجاه البلدة وبدأت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، مما أسفر عن عشرات الإصابات من بينها مسن أصيب برصاصة مغلفة معدنية مغلفة بالمطاط، وتم نقله فعلا إلى المشفى في حالة وصفت بأنها متوسطة. في بيت دجن أيضا هذه مسيرة طبعا تنظف بشكل أسبوعي، هذا اليوم نظمت بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية. قوات الاحتلال أيضا أطلقت باتجاههم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستهدفت أيضا الصحفيين وطواقم الإسعاف في محاولة لإجبار المتظاهرين على الرحيل من خلال إجبار الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف على مغادرة المكان. طبعا في بيت دجن أيضا الأراضي مهددة بالمصادرة لصالح مستوطنة زراعية تقام على أراضي الفلسطينيين هناك بحجة توسيع هذه المستوطنة. أيضا في قرية هذه القرى كلها إلى الشرق من مدينة نابلس أيضا شهدت مواجهات ضد الاستيطان، حيث ينوي المستوطنون الاستيلاء على عين الماء الموجودة في القرية لصالح المستوطنة القريبة من أجل مصادرتها. يجب أن أشير أيضا إلى أن منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل أيضا شهدت مواجهات عنيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال، وهناك إصابة وصفت بالخطيرة نقلت إلى المشفى إصابة بالبطن لأحد الشبان. طبعا هذه التظاهرة اندلعت بسبب قيام قوات الاحتلال بتوسيع الحاجز العسكري الموجود في المنطقة ما بين شارع الشهداء وباب الزاوية، بمعنى مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين وسط مدينة الخليل. أيضا في جبل الطويل كان هناك إطلاق نار باتجاه عدد من الشبان، وكان هناك إصابة لأحد الشباب برصاصة معدنية مغلقة بالمطاط برأسه ونقل إلى المشفى في حالة وصفت بأنها ما بين المتوسطة والصعبة. طبعا نعم. هذه التظاهرات كلها صحيح أنها تأتي يوم جمعة، لكنها أيضا تأتي ردا على غضب أو كجزء من الغضب الفلسطيني على ما يجري في سجون الاحتلال وقمع الاحتلال للأسرى. أشكرك الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله.
في باكستان ارتفعت إلى أكثر من 50 حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بيشاور شمال غرب البلاد. ورجحت الشرطة أن يكون التفجير ناجما عن هجوم انتحاري استهدف مصلين خلال صلاة الجمعة، فيما أعلنت الشرطة حالة طوارئ في المدينة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد. عبد اللهيان أضاف أن استعجال الجانب الغربي لا يمكن أن يمنع مراعاة خطوط إيران الحمر. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد عبد اللهيان على ضرورة إعطاء إيران ضمانات اقتصادية مؤثرة قبل إعلان التوصل إلى الاتفاق، وأشار إلى أنه متى ما أخذت الأطراف الغربية خطوط إيران الحمر بعين الاعتبار فإنه مستعد للتوجه إلى فيينا والإعلان على اتفاق. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد وجود فرصة كبيرة لتعزيز مصالح بلاده مع واشنطن أو خفضها. وخلال مقابلة صحفية استعرض بن سلمان نظرة الرياض إلى العديد من الملفات المحلية والدولية. ليست تسريبات أو تحقيقات صحافية، هذه المرة قالها ولي العهد السعودي علانية. إسرائيل حليف محتمل والرياض لا تنظر إليها كعدو، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية. يقول بن سلمان إنه ببساطة لا يهتم بما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أساء فهم شيء ما عنه. وبالرغم من تأكيده أهمية العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن، شدد بن سلمان على أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون بلاده الداخلية. العلاقة مع إيران لم تغب عن الطاولة. أكد بن سلمان أن إيران دولة جارة وأن المفاوضات معها مستمرة. في المقابل شدد على أن الرياض لا ترغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف يؤدي إلى امتلاك طهران سلاحا نوويا. وحول ارتباط بلاده بالوهابية، أشار بن سلمان إلى أن هذا المذهب لا يمثل السعودية، ورأى أن تاريخ الجزيرة العربية كتب بمنظور الوهابية، وأسيء استخدام ذلك من قبل متطرفين كثيرين. اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان من بين الملفات التي تمت مناقشتها. نفى بن سلمان مسؤوليته عن العملية معتبرا أنها فشل ذريع في النظام السعودي. وعن وضع البيت الخليجي، أكد ولي العهد أن دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن دولة واحدة، مشددا على التزام دوله بعدم القيام بأي تصرف من شأنه أن يلحق الضرر بدول المجلس الأخرى. من هذا المنطلق رأى بن سلمان أن الحصار الخليجي الذي فرض سابقا على قطر كان مجرد شجار عائلي، مؤكدا أن العلاقات معها باتت رائعة ومذهلة. في ختام النشر إليكم تذكيرا بالعناوين. القوات الروسية تقترب من كييف، وصورا جديدة تظهر الحشود الضخمة متجهة إلى العاصمة الأوكرانية. حلف الناتو يؤكد أنه لن ينشر قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا، وعليه ضمان عدم انتقال الصراع إلى خارجها. السناتور الجمهوري لينسي غراهام يحرض على اغتيال بوتين، موسكو تستنكر وتطلب توضيحا. إصابة 100 فلسطيني خلال تصديهم لانتهاكات قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت جنجن ونابلس. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد، ويرفض الاستعجال مع عدم مراعاة الخطوط الحمر التي حددتها طهران. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، ولا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستغرام وكلب هاوس. إلى اللقاء.